الجميل انبعث لأول مرة عام 1924. مصباح الطاولة من تصميم فاغنفيلد حقق نجاحاً كبيراً منذ ذلك الحين، فهناك متاحف شهيرة مثل متحف الفن الحديث في نيويورك تعرضه في قاعاتها. إنه يعتبر رمزاً لمدرسة باوهاوس المعمارية. كان مصباح فاغنفيلد يصنع بطريقة يدوية معقدة، ومع ذلك انتشر تصميم فاغنفيلد في المنازل. المزج بين الزجاج والمعدن شكل ثورة في مجال التصميم. ما يميز المصباح أنه بسيط وغير معقد، جماله يكمن في بساطته. كان المصباح يلبي شروط تصاميم مدرسة باوهاوس. في النسخة الأولى كان السلك مرئياً، وكانت النسخة الأولى تحاكي مصباح الزيت. هذا المصباح أيضاً شهد عدة مراحل تطور وأجريت تجارب عديدة حسب مبدأ التجربة والخطأ بالنسبة للغطاء الزجاجي. والنموذج المثالي لهذا المصباح كان هو المزج بين أشكال الهندسة الفراغية الأسطوانية والدائرية والمسطحة. وهكذا بدأ المرء بغطاء زجاجي على شكل نصف دائرة لأن ذلك يبدو أكثر صرامة، ولكن المشكلة هي أن الغطاء الزجاجي كان ينكسر بعد فترة قصيرة لأن المصباح الكهربائي مثبت في أسفل الغطاء مباشرة. هذا العيب كان خطأً في الصناعة، لأن ورشة تصنيع المعادن في باوهاوس كانت مهتمة بإنتاج المصباح ولم تكن مهتمة بفهم التأثيرات الضوئية. لقد كان كارل ياكوب يوكا وفيلهلم فاغنفيلد يعملان في ورشات لتصنيع الفضة ولم تكن لديهما خبرة في الإنارة. فاغنفيلد كان مهتماً بألا يكون المصباح مجرد وسيلة إنارة، ولكنه اهتم بأن يتمتع المصباح عند إنارته بشكل جمالي أيضاً. وفاغنفيلد هو من قال بأن المصباح يجب أن يكون مفيداً عند إنارته على عكس المدفأة في الصيف. ظل المصباح فترة طويلة نادراً، ولم ينتج منه في البداية سوى 50 نسخة فقط. أما الانتشار الكبير لمصباح الطاولة فقد بدأ عقب الحرب العالمية الثانية. يمتلك جامع الأشياء النادرة مانفريد لودفيك مصباحاً أصلياً نادراً صنع عام 24 من القرن الماضي. هذا المصباح جسد الأفكار الجديدة في منتصف العشرينيات دون أن يكون ذلك شيئاً ثورياً. الأمر يتعلق بالطبع بالجمال، وقد نجح مصمم المصباح في ذلك، ولهذا السبب فإن مصباح الطاولة استمر في الوجود حتى الآن، ولكنه أصبح الآن أكثر من مجرد رمز للوضع الاجتماعي مثل ما يستخدمه الناس. فمصباح الطاولة تجده لدى أطباء الأسنان والمحامين، ولكن الناس لا يفهمون قيمة مصباح الطاولة كما ينبغي. مجمل إنتاج مدرسة باوهاوس لا يتضمن سوى القليل من الأشياء التي لها قوة تصميمية مشابهة لهذا المصباح، ومنها مقعد فاسيلي للمصمم مارسيل برويا، وإبريق الشاي الصغير لماريان براند، ولا يوجد أشياء أخرى بخلاف ذلك. على الرغم من الانتشار الواسع لمصباح الطاولة، إلا أن مصباح فاغنفيلد يظل إحدى أيقونات الإضاءة.